السلام عليكم، اهلا وسهلا شباب، شلونكم؟ سيسي خير، نايف سهلا معكم. المهم اليوم فقرة اللي هي خمس نجوم، معنا ما عجبني اسمها، فاذا عندكم اسم ثاني علموني. انا الحين زي ما انتم شايفين شارع التحلية، والحين اوريكم مطعم مصور عنده وقصة شعرك طالع كني الخاندرو لاني توني متروش. المهم بصوركم المطعم ثم ندخل جوا لاني عطشان وما اقدر اتكلم زيادة. طن طرن تيرارارا، هذا هو مطعمنا اللي هو بافلوز، ما ادري اذا الحين فاتحين ولا بسكرون، باقي على الصلاة 40 دقيقة، فنقول ان شاء الله انهم فاتحين وان شاء الله عندهم شبكة بعد لاني ما سحبت كاش. يقولون انهم يقبلون مدى، بس ما ادري هم فاتحين ولا لا. لو جود افترنون، ار يو؟ Just one, yeah. I have a place in the corner or something because I want to take a video. فأقول لكم الحين وصلنا المطعم، بنشوف المنيو وناخذ اللي بناخذ اليوم. أنا أتوقع إني بطلب ستيك لأني مشتهي ستيك من زمان، من زمان ما أكلت ستيك، فخلونا نشيك المنيو مع بعض. ما أدري أنا واحد أطلب مقبلات ولا لا؟ لا لا، هذا حق ستيكات. ونشوف يا اخي في واحد كان يطلب شيء طيب. انا عن نفسي اكثر نوع اكله اللي هو الرباي، يعني اتوقع انه هو احسن شيء، بس ما ادري اذا فيه احلى منه. طبعا لا تحسبها على السعر، يعني مثلا هنا هذا فرق عن اغلى من هذه، بس هذه ممكنها اطعم. المهم انا شكلي بطلب الريب اي ستيك، هو 340 جرام ستيك ريب اي مشوي، تقدم مع بطاطس مهروسه وبيكون بقري وجبن وخضار وخبز بالثوم، وطبعا المشروب بيبسي دايت. فما ادري المقبلات، انا بوريكم المقبلات، يعني هذه المقبلات الموجوده، بس حالاتها اذا كنتم مجموعه، بس اذا انت واحد ما اتوقع انك تحتاجها، لانك بتشبع اصلا المقبلات قبل لا تبدا باكلك. الساعة الحين 5:25 دقيقة، وقال ان الطلب بياخذ 20 دقيقة، يعني عندي 20 دقيقة اكل فيها قبل لا يأذن، فاتوقع انه وقت كويس. المهم انا ما قلت لكم ايش سر المطعم هذا، هذا المطعم له مكانة كبيرة في قلبي، لان كنت انا وبعض الناس اروح للمطعم دائما ايام المتوسط او الثانوي، فكانت لها ذكريات جميلة. كلكم تشوفون كيف حال بس خلونا ننتظر 20 دقيقة. بما ان الشغلة مطولة فخلوا اوريكم المطعم من جوا، هذا زي ما انتم شايفين، والغريب انه ما في احد الحين، فهذا شيء كويس يحسب لي. بسم الله تبارك الرحمن، هذا ستيك والماشد بوتيتو، بطاطس مهروس، وهذا الخضار قطعة خبزة. طبعا هذا بكل بساطة يعني ستيك، طبعا من اجمل الستيكات اللي قد ذقتها بحياتي هذا. وزي ما انتم شايفين هذا ستيك، وانا طالبه ميديوم ويل، فالطراوه زي اللوز. وفي ناس ممكن تسال عن طراوه ستيك، ليش الستيك حقي ما يجي طري وليش يصير قاسي؟ هذا يرجع لك انت، لا جيت تطلب يقول لك ولدن ولدن اللي هو يصير مستوي مره، انت حاول تطلب ميديوم ولا ميديوم رير، ميديوم رير ميديوم ويل معليش. فخلونا نجرب ستيك، بسم الله. وزي العاده ما خاب ظني فيه ابد، ستيك ولا اروع، من احلى الستيكات اللي قلت ذقتها بحياتي. عرفت اللي يجيك طري وحلو وكميه كبيره 340 جرام، يعني ما هي شويه، وسعره 96 ريال مع الكولا، الظاهر يطلع مجموعه كميه ريال 110 108. مكان حلو اذا جيت تطلع مثلا انت واخوياك، تطلع انت واهلك في فوق عوائل، فكل فتره وفتره تروح مره، ومو من المطاعم اللي تروح لها دائما، لان في ناس اذا عندك القدره وربي منعم عليك راح دائما، بس الغالب والطبيعي لا يضيق صدرك تقول نايف احنا ما نقدر نروح دائما. انا منزله مره في الشهر، ليش؟ لان الناس ما تروح للمطاعم هذه كثير، تروح تجربها كل فتره وفتره. المهم خلونا نجرب البطاطس المهروسه، هذه اللي فوق قطع بيكن وهذا الجبن، فخلونا نجرب ونشوف. هذا احلى شيء اعشقه، انا احب اكثر من ستيك كذا، شكله تحس انك في فيلم، عرفت؟ زي ما انتم شايفين هذول ماش بوتيتو، ترى منزل صوتي لان في عائله فوق فما ودي ازعجهم، فسامحوني اذا ما سمعت صوتي زين، علموني عشان اعدلها بعدين. المهم خلونا ناكل بسم الله. هذا الماش بوتيتو على ما هو حلو، وبنفس الوقت عندك ستيك رهيب وكميته كبيره مره، شوف شيك عليه. يعني شوفوا عشان تبان معكم، هذه يدي وهذا ستيك، يعني كبر يدي مرتين ستيك، فكميته حلوه، ومع بعد فوقها عندك خضار
قطعت خبزة يعني شبعان شبعان بإذن الله. فهذه تجربتنا اليوم اللي هو الفايف ستار أو خمسة نجوم أو مطعم باقي، أعطوني اسم ثاني غير الاسم هذا. والأيام الجاية بنرجع السيارة، بنرجع لشو اسمه يسمونه المطاعم الوجبات السريعة، وخلوني أنا استانس باكلي. تصدقون عاد الحمد لله شبعت، وباخذ الحين تيك اواي ونصه ما كملته، تخيلوا. بتوقع اني نسيت اعطيكم تقييم، تقييمه جبار، احلى شيء في الدنيا. الدبابات وقطعت علي الصوت كان ازعاج. المهم تدروا وش بعد، نسيت بوكي، فالحين اطالع من عندهم وبوكي بالسيارة. يعني اذا ودك تسوي نفس الحركة وتنحاش، انا ما اقول لك سوها بس ممكنة، فبروح اخذ اغراضي برجع ادفع لهم. وهذا تقييمي له جبار. وبنفس الوقت انزل تحت اذا تبي الوصف، بيكون موجود لوكيشن، وعموما في التحليه قبال محطه التحليه هذه، اكيد كثير منكم يعرفها، لكن اللي وده بوصف بيكون موجود تحت. فخلوني اخذ البوك واروح ارجع لهم واخذ نص غداي اللي ما بعد اكلته، خلي عشاء وبس. كم اكل الفيلم شوف الدجاج يلا.